الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. آمين. إلهي إلهي لماذا تركتني؟ هللويا هللويا هللويا. إلهي إلهي لماذا تركتني؟ إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب، وفي الليل أدعو فلا هدوء لي. وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل، عليك اتكل آباؤنا إذ دخلوا فنجيتهم، إليك صرخوا فنجوا، عليك اتكلوا فلم يخزوا. أما أنا فجودة لا إنسان عار عند البشر، كل الذين يرونني يستهزئون بي قائلين اتكل على الرب فلينجيه لينقذه لأنه سر بي. لأنك أنت جلبتني من البطن وجعلتني مطمئنا، أهيك أعطيت من الرحم من بطن أمي أنت إلهي. لا تتباعد عني لأن الضيق قريب لأنه لا معين. أحاطت بي نيران كثيرة أقوياء غاشان اكتنفتني، فقروا علي أفواه ومكاسب مفترس مزمجر. كالماء سكبت وانفصلت روح عظامي، يلسك مثل شفت قوتي ووسط لساني بحنكي. لأنه قد أحاطت بي كلاب جماعة من الأشرار اكتنفتني، لقوا يدي ورجلي واحصي كل عظام، يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. اما انت يا رب فلا تقترف يا قوتي، اسرح الى نصرتي. اخبر باسمك اخوتي في وسط الجماعه يسبحك. يا خائفي الرب سيذكره من جئته الى معشر ذريه يعقوب. لم يحتقروا مسكنة المسكين ولم يحجب وجهه عنه. يأكل الودعاء ويشبعون يسبح الرب وأعيبوه. تذكروا وترجع إلى الرب كل أقاصي الأرض، وتجد قدامك كل قبائل الأمم، لأن للرب الملك وهو المتسلط على الأمم. يأتون ويخبرون ببره شعبا سيولد لأنه قد فعل. بسم الله والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى
إليك يجب أن نرفع الحمد والمجد والسجود يا رب الكل في كل حين وإلى الأبد. يا رب إليك صرخت فاسرع إلي، أسري إلى صوتي حين أصرخ إليك. يا رب إليك صرخت فاسرع إلي، أسري إلى صوتي حين أصرخ إليك. لتكن صلاتي بخورا أمامك، أرفع كفي تقدمة مساء. يا رب حارسا على فمي وعاقب باب شفتي، لا تمل أمري إلى الإساءة إلى ارتكاب أعمال الشر. مع رجالي فعل ثلاثة عشاني أن أكرم من طيباته، ليضربني النار رحمة منه ويوبخني، ولا يزين زيت الشرير راسي إلا تركنا في سياته. أسلم إلى سلطان الصهران راضيه، هم الذين سروا بأقوالي. الروح المتحطمة على الأرض تبددت عظامنا عند فمي نفوة الأموال. إليك رفعت عيناي أيها الرب، إذا قصدت فلا تسلك نفسي. احفظني من قبضة الفخ الذي نصبوا لي، ومن شبابي فعلت الآثام. يسقط الأشرار معا في شباكه، على حين أعبر أنا سبيلي. بصوتي إلى الرب أصرخ، بصوتي إلى الرب أتضرع. أسكب أمامه شكواي، وأكشف أمامه عن ضيقي. إلا ما خارت روحي أنت تعلم سبيلي، في الطريق الذي أنا سالك والأخو لي فخا. أنظر إلى اليمين وأبصر، لا أحد يعرفني. وأرى الملجأ عني، ليس من يسأل عن نفسي. إليك صرخت يا رب وقلت، أنت معتصمي في أرض الأحياء، أنت نصيبي. أرسل إلى صراطي فقد تمت تذليلا، أنقذني من مضاربيه لأنهم أقوى مني. أخرج من السجن نفسي لكي أمجد اسمك. الأبرار يتحلقون حولي لأنك أحسنت إلي. كلمتك مصباح لقدمي ونور لسبيلي. أحسنت وسأجز أن أحفظ أحكام برك. أدركت للغاية فأحيني يا رب بحسب كلمتك. ارتضي يا رب قرباني فمي وأحكامك علمني. نفسي على كفي في كل حين وأنا لم أنسى شريعتك. نصب الأشرار فخا لي وأنا لم أضل عن أوامرك. أردت شهادتك للأبد لأنها سرور قلبي. أمدت قلبي ليعمل بفرائضك فإنها الثواب للأبد. سبح الرب يا جميع الأمم، وأنحي يا جميع الشعوب، لأن رحمته علينا عظيمة، وصدق الرب قائما أبدا. Oh,
لأنفسنا وحافظ دائم لحياتنا. إليك يجب أن نرفع الحمد والمجد والسجود يا رب الكل في كل حين إلى الأبد. آمين. شبع كل عمالة لها حيا قديشا. بينما أنا أتكلم وأصلي وأعترف بخطيئتي وخطية شعب إسرائيل وأطرح تضرعي أمام الرب إلهي عن جبل قدس إلهي وأنا متكلم بعد بالصلاة، إذا بالرجل جبرائيل الذي رأيته في الرؤيا في الابتداء مطارا واغدا لمسني عند وقت تقدمة المساء وفهمني وتكلم معي وقال: يا دانيال إني خرجت الآن لأعلمك الفهم في ابتداء تضرعاتك. خرج الأمر وأنا جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب، فتأمل الكلام وافهم الرؤيا. 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتهميم الخطايا والكفارة الأثم وليؤت بالبر الأبدي ولختم الرؤيا والنبوة ولمسح قدوس القدوسين. ربنا وإلهنا أنر عقولنا وقلوبنا لسماع وصاياك المحية وفهمها، وهب لنا بنعمتك نجني من المحبة والرجاء والخلاص. لك المجد بالانقطاع يا رب الكل، أيها الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. آمين. قراءة من رسالة بولس الرسول إلى أهل الغلاطية بارخمار. إن كنا ونحن طالبون أن نتبرر في المسيح
نوجد نحن أنفسنا أيضاً خطاة، فإني إن كنت أبني أيضاً هذا الذي قد هدمته فإنني أظهر نفسي متعدياً، لأني بالشريعة مت عن الشريعة لأحيا الله، وقد صلبت مع المسيح فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في المسيح، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. لست أبطل نعمة الله، لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب. أيها الغلاطيون، من رقاكم حتى لا تذعنوا للحق؟ أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا. أريد أن أتعلم منكم هذا فقط، أبأعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان؟ كما آمن إبراهيم بالله فحسب له برا، اعلموا إذن إن الذين هم من الإيمان أولئك هم بنو إبراهيم. والنعمة والسلام مع جميعكم يا إخوتي، آمين. لنقف حسنا لسماع الإنجيل المقدس. وهم ينظرون ويرونني ويقسمون ثيابي بينهم. هللويا هللويا هللويا. شلاما عمخون إيوانجاليون قديشة دمارا نيشو عمشيحة كارو زوثا دلوقا شوحا رمشيحة مارا آمين. وكان الرجال الذين قبضوا على يسوع يهزؤون به، وكانوا يغطونه ويلطمونه على وجهه قائلين: تنبأ من الذي ضربك؟ وأشياء أخرى كثيرة كانوا يقولونها عليه مجدفين. ولما كان النهار اجتمع الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة وأصعدوه إلى مجمعهم وقالوا له: إن كنت أنت المسيح فقل لنا. قال لهم: إن قلت لكم لا تؤمنون بي، وإن سألتكم لا تجيبوني ولا تطلقوني، فمن الآن يكون ابن البشر جالسا عن يميني قدرة الله. فقال جميعهم: دون أني أنا هو. فقالوا: ما حاجتنا إلى شهود، لأننا قد سمعنا من فمه. فقام جمعهم كله وجاءوا به إلى بيلاطس وشرعوا يقرفونه قائلين: إنا وجدنا هذا يضل شعبنا ويمنع من أن نعطي الجزية لقيصر ويدعي إنه هو المسيح الملك. فسأله بيلاطس وقال له: هل أنت ملك اليهود؟ قال له يسوع: أنت قلت. فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة وللجمع: إني لم أجد علة على هذا الرجل. أما هم فكانوا يصرخون قائلين: قد هيج شعبنا إذ يعلم في اليهودية كلها مبتدئا من الجليل إلى ها هنا. فلما سمع بيلاطس اسم الجليل سأل: هل الرجل جليلي؟ ولما علم إنه من ولاية هيرودس أرسله إلى هيرودس، لأنه كان في أورشليم في تلك الأيام. فلما رأى هيرودس يسوع فرح جدا، لأنه كان يشتهي أن يراه من زمان طويل لسماعه عنه أشياء كثيرة، وكان يرجو أن يرى منه آية ما. فسأله بكلام كثير فلم يجبه يسوع بشيء، وكان رؤساء الكهنة والكتبة واقفين يقرفونه بشدة. فاحتقره هيرودس مع جنوده وألبسه ثيابا قرمزية مستهزئا به، وأرسله إلى بيلاطس. وفي ذلك اليوم
صار بيلاطس وهيرودس صديقين، بعضهما مع بعض، لأنه كان بينهما عداوة من قبل. ولما جلس الوالي على منبره أرسلت إليه امرأته قائلة له: إياك وذاك الصديق، فإني قد توجعت اليوم كثيرا من أجله في حلمي. فدعا بيلاطس رؤساء الكهنة وأراكنة الشعب وقال لهم: قدمتم إلي هذا الرجل كأنه يرد شعبكم، وها أنا قد فحصته أمامكم فلم أجد علة في هذا الرجل من جميع ما تقرفونه به، ولا هيرودس أيضا، لأني أرسلته إليه وهو ذا لم يصنع شيئا يستوجب الموت، فأنا أؤدبه وأطلقه. لأنها كانت عادة أن يطلق لهم واحدا في العيد، فصاح الجمع كله وقالوا: ارفع هذا واطلق لنا برأبة. ذاك الذي كان من أجل فتنة وقتل حدث في المدينة قد ألقي في السجن. فكلمهم بيلاطس أيضا وهو يريد أن يطلق يسوع، أما هم فكانوا يصرخون قائلين: اصلبه اصلبه. فقال لهم بيلاطس مرة ثالثة: وأي شر صنع هذا؟ إني لم أجد فيه علة تستوجب الموت، فأنا أؤدبه وأطلقه. أما هم فكانوا يلحون عليه بصوت عال ويسألونه أن يصلبوه، واشتدت أصواتهم وأصوات رؤساء الكهنة. فلما رأى بيلاطس أنه لا ينتفع شيئا بل يزداد الشغب، أخذ ماء وغسل يديه أمام الجمع وقال: إني بريء من دم هذا الصديق، أنتم تعرفون. فأجاب جميع الشعب وقالوا: دمه علينا وعلى أولادنا. فأمر بيلاطس أن تكون طلبتهم، فأطلق لهم الذي طلبوه، ذاك الذي كان من أجل فتنة وقتل قد ألقي في السجن، وأسلم يسوع لإرادتهم. وفيما هم منطلقون به أمسكوا سمعان القيرواني الذي كان آتيا من الحقل، وجعلوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع، وكان يتبعه كثير من الشعب، والنساء اللواتي كن يندبنه وينحن عليه. فالتفت يسوع إليهن وقال: يا بناتي أورشليم، لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وعلى بنيكن، فإنها تأتي أيام يقال فيها: طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد، والثدي التي لم ترضع. حينئذ تبتدئون تقولون للجبال: قعي علينا، وللأكام: غطينا. فإن كانوا يصنعون هذا بالعود الرطب، فماذا يكون باليابس؟ وكان آتيا معه اثنان آخران عاملا شر ليقتلا، ولما جاءوا إلى الموضع المسمى الجمجمة صلبوه هناك، هو وذينيك عاملي الشر، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. فقال يسوع: يا بتا، اغفر لهم، لأنهم لا يدرون ما يعملون. واقتسموا ثيابه واقترعوا عليها، وكان الشعب واقفا ينظر ويسخر منه، حتى الأراكنة قائلين: قد خلص آخرين فليخلص نفسه، إن كان هو المسيح مختار الله. وكان الجند أيضا يهزؤون به، وهم يتقدمون إليه ويقدمون له خلا، يقولون له: إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك. وكان أيضا عنوان فوقه مكتوبا بالحروف اليونانية والرومية والعبرانية: هذا هو ملك اليهود. وكان أحد ذينيك عاملي الشر المصلوبين معه يجدف عليه قائلا: إن كنت المسيح فنجي نفسك ونجنا أيضا. فانتهره رفيقه وقال له: أفلا تخشى الله أيضا إذا كنت أنت أيضا تحت هذا الحكم بعينه؟ أما نحن فعدلا، لأن كما كنا نستحق وكما عملنا جوزينا، أما هذا فلم يصنع شيئا رديا. ثم قال ليسوع: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. وكان نحو الساعة السادسة، فحدث ظلام على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة، والشمس اظلمت، وللوقت انشق حجاب الهيكل إلى اثنين، من فوق إلى أسفل،
والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت وكثير من أجساد القديسين الراقدين قاموا وخرجوا ومن بعد قيامته دخلوا المدينة المقدسة وتراءوا لكثيرين. أما قائد المئة والذين كانوا معه يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزلة وما حدث خافوا جدا وقالوا في الحقيقة كان هذا ابن الله. وأما الجند فلما صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أجزاء لكل من الجند جزء، وكان قميصه غير مخيط منسوجا كله من فوق، فقالوا فيما بينهم لا نشقه لكن لنقترع عليه اقتراعا لمن يكون. فتم الكتاب القائل اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي اقترعوا. هذا ما فعله الجند. وكانت واقفة عند صليب يسوع أمه واخت أمه ومريم التي لقليوفا ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا قال لأمه يا امرأة هذا ابنك. ثم قال لذلك التلميذ هذه أمك. ومن تلك الساعة أخذها ذلك التلميذ عنده. وبعد هذا علم يسوع أن كل شيء قد تم، فلكي يتم الكتاب قال أنا عطشان. وكان إناء موضوعا مملوءا خلا، فملأوا إسفنجة من الخل ووضعوها على زوفي وأدنوها من فيه. فلما أخذ يسوع ذلك الخل قال ها قد تم، وأمال رأسه وأسلم روحه. نقف حسنا بخشوع واجتهاد ونطلب قائلين ارحمنا يا رب. ارحمنا يا رب. يا أبا المراحم وإلهي كل تعزية نطلب منك. ارحمنا يا رب. يا مخلصنا والمهتم بنا ومدبر الكل نطلب منك. ارحمنا يا رب. لأجل أمن واتفاق وثبات كل العالم وجميع الكنائس نطلب منك. ارحمنا يا رب. لأجل بلدنا وكل البلاد ولأجل الذين بالأمانة يسكنون بها نطلب منك. ارحمنا يا رب. لأجل اعتدال الهواء وخصب السنة وغلات الأثمار ولأجل اصطلاح كل العالم نطلب منك. ارحمنا يا رب. لأجل صحة أبائنا القديسين مار فرانسيس الحبر الأعظم بابا روما ومار لويس الجاثاليق الباتريارك ومار أمانويل اسقف برشيتنا ومن أجل جميع الذين يخدمون معهم نطلب منك. ارحمنا يا رب. يا
يا أيها الإله الرحوم الذي بمراحمه يدبر الكون، نطلب منك ارحمنا يا رب. يا من هو غني بمراحمه وفائض بتحننه، نطلب منك ارحمنا يا رب. يا من هو صالح بطبيعته ومانع جميع الخيرات، نطلب منك ارحمنا يا رب. يا من في السماء يسبح وفي الأرض يسجد له، نطلب منك ارحمنا يا رب. يا من له طبيعة غير ميتة والساكن في النور البهي، نطلب منك ارحمنا يا رب. خلصنا أيها المسيح ربنا بنعمتك، وكثر معنا أمنك وسلامك، وترحم علينا. نصلي السلام معنا، نصلي ونطلب من الله رب الكون ليسمع صوت صلاتنا وتقبل طلبتنا ويترحم علينا لأجل البيعة المقدسة التي ها هنا وفي كل مكان. نصلي ونطلب من الله رب الكون ليحل بيمنه وسلامه إلى إنقضاء العالم لأجل أبائنا الأساقفان. نصلي ونطلب من الله رب الكون ليحفظهم ويثبتهم برأس جميع رعاياهم، ليقدموا ويهيئوا للرب شعبا كاملا متنافسا بالأعمال الصالحة، لأجل الكهنة والشمامس الموجودين في هذه الخدمة الحقيقية. نصلي ونطلب من الله رب الكون لكي الروح القدس الذي حل بها هو يقدسنا بنعمته ويكمل معنا إرادته، يطبع منا حقه كافة أيام حياتنا لأجل تذكار الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين. نصلي ونطلب من الله رب الكون ليبعد عنا بنعمته الحرب والسبي والنهب والوباء والغلاء والجوع وجميع الضربات الرديئة المضادة للجسد، لأجل الذين ضلوا عن هذه الأمانة الحقيقية والمتعرقلين بفخاخ الشيطان. نصلي ونطلب من الله رب الكون ليرسل له ملاك السلام والمراحم والشفاء، ليفتقدهم ويشفيهم ويعزيهم بكثرة نعمته ومراحمه، لأجل الفقراء والبائسين والأيتام والأرامل والمضطربين ومتضايقي الروح الموجودين في هذا العالم. نصلي ونطلب من الله رب الكون كي تصيروا له مملكتان، يا أيها الكهنة والشعب المقدس، اطلبوا إلى الرب الإله القوي من كل قلوبكم ومن كل نفوسكم، لأن الله أب حنون ورحوم ورؤوف، ولا يشاء أن تهلك جبلته لكن أن ترجع إليه وتحيا أمامه. لا سيما يجب أن نصلي ونشكر ونسجد ونسبح ونكرم الله الواحد الآب المسجود له سيد الكل، الذي بمسيحه جعل لنا رجاء صالحا لأنفسنا، هو يكمل معنا نعمته ومراحمه إلى الأبد. آمين. آمين. بالطلبة والتضرع ملاك السلام والمراحم نطلب منك يا رب. ليلا ونهارا جميع أيام حياتنا، أمنا لكنيستنا وحياة بلا خطايا، نطلب منك يا رب. اتفاق المحبة الذي هو رباط الكمال بشركة الروح القدس، نطلب منك يا رب. غفران الخطايا
العطايا وما يعظم حياتنا ويرضي ألوهيتك نطلب منك يا رب مراحم الرب وتحننه دائما في كل وقت نطلب منك يا رب نوشاثان وذعذا ذيلا ولورا والروحة قدشا نغعي كلنا غنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا. في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة العظيمة نشوف سيدنا يسوع المسيح في قمة معاني الحب والبذل
والعطاء. هذه المحبة بلغت أوج عظمتها وارتفعت حينما صعد المسيح على خشبة الصليب، وهكذا المسيح نفسه كإنسان اختبر المحبة بالألم والضيق. اليوم لو نحاول نستنتج من هذا الحدث اللي احنا نعيد ذكراه سنوية، انه الانسان اللي ما يقدر ان يبذل نفسه من اجل الاخرين، اللي ما عنده روح التضحية، اللي ما عنده روح التواضع، اللي ما عنده روح البذل والعطاء، نشوف هذا الانسان دائما يفضل نفسه عن غيره ويكون انسان اناني لا يحب الا ذاته. لكن عندما نشوف الانسان ان يصل الى ذروة الكمال، هذا الكمال هو اللي يعطي هذا الحب ويعطي العطاء، وبهذا هو ايضا وكل واحد من عندنا يقدر ان يصعد على هذا الصليب، ويكون الصعود على هذا الصليب بكل ثقة ويقدم ذاته من اجل احبائه. تعالوا نقارن اليوم بين اللي سمعناه من القراءات اللي تليت على مسامعنا وما حدث مع شعب الله المختار، شعب اليهودي الذي أنقذه الله من العبودية. تذمر في برية اللي هي كانت برية سيناء، كانت أرض خاوية، كانت أرض قحلة، أرض خريبة مهجورة، طعام قليل. تذمروا على موسى وهارون وسخروا من موقف وتدبير الله لأنه اعتقم من العبودية، وهذا الأمر كان محزن جدا. لأنه الإنسان اليوم لو نجي نقارن بعالمنا المعاصر بالحياة اللي احنا نعيشها، خلوني أكون معاكم صريح أكثر، عايشين في سان دييغو، بيوتنا، بركاتنا، فلوسنا، الجو طيب، أحلى بقعة يمكن الإنسان يعيش عليها على الأرض، وتشوفونا دائما متذمرين، تشوفونا دائما حياتنا كلها منغصة، تشوفونا دائما مو فرحانين، تشوفونا دائما نشتكي. الله أعتق شعبه من اليهودية، رجعوا قالوا لا رجعنا إلى مصر، كنا ناكل لحم، نحن هسه في البرية طعام ماكو، ماكو أكل. متى الإنسان يرجع إلى ذاته ويقبل تدبير الله في حياته، يقبل مشيئة الله في حياته، يقبل عمل الله في حياته؟ والإنسان في هذه الحالة يعيش بحالة قناعة، يعيش بحالة شكر، دائما يرفع رأسه إلى السماء ويشكر الله على كل النعم التي أعطاها له. مو بس هذا، ولا نكون أيضا مثل الغني اللي كان لعازر قاعد قدام بيته، كان يدخل ويطلع الغني، كان أعمى، أمي من تخم الأكل والشرب، مثل ما عمل هذا الشعب اليهودي أيضا. الله مو اشتكاله، اشتكوا إلى الله، تذمروا إلى الله تعالى، قميطين أكل كل يوم أكثر من اللازم، ما كان عندهم ثقة بالله، كانوا يخزنون هذا الأكل، يقعدون ثاني يوم الصبح يشوفون هذا الأكل كله جاف بقدود، يا أخي اقتنع، أنا ربك، أنا رب المجد. وهذا الغني كان يشوف لعازر ويدخل ويطلع، كان أعمي، ما كان يحس بمعاناة لعازر، كان لازم يعطي أيضا حق الله من كل النعم اللي عندك، من كل البركات اللي عندك، من كل الخيرات اللي عندك، لا تنسى أبدا حق الله. ولهذا السبب نشوف اليوم من خلال هذا الصليب المقدس، كثير من المرات الإنسان علاقته مع الله تكون علاقة سطحية، ودائما يفرض رأيه على الله، ويريد محبة الله، ويريد صلاح الله، ويريد طيبة الله، ويريد معونة الله،
ويريد بركة الله بس على طريقته الخاصة، يشرط شروط من داخله. ولهذا السبب اليوم نشوف تتحول هذه العلاقة مع الله إلى علاقة سطحية ما إلى كل معنى، وننسى معنى الصليب الحقيقي، ننسى معنى سر الفداء اللي ربنا يسوع المسيح وضع نفسه على خشبة الصليب وقدم دمه الثمين ذبيحة عنا حتى يخلصنا ويرفعنا معه إلى ملكوت السماوات. لكن لما نبتعد عن تدبير الله ونحاول أن نضع تدبيرنا ونحاول أن نخلق صورة من الله تكون مطابقة لإحنا اللي نريده، أنا هوني كده أرفع الله من حياتي، أنا هوني كده أتصرف أنا تصرف شخصي. ولهذا السبب كثير من المرات لا نقبل عطية الله بالطريقة التي الله ينطينا هي، هوني نقع في مأزق عميق وبير غويط، تدخل الخطيئة. تدخل الخطيئة، شو تسوي الخطيئة؟ تسمم حياة الإنسان، تخلق المشاكل في حياة الإنسان، تخلق عدم الرضا في حياة الإنسان. الإنسان يبقى يعيش بيأس مكبوت، دائما تشوفه غضبان، دائما تشوفه زعلان، فاقد الفرح، فقد السلام. ولهذا السبب يسوع محى سم هذه الخطيئة على خشبة الصليب، خاصة بصعوده إلى الجلجلة، لأنه اختبر المسيح على نفسه هذا السم ورفع نفسه على الصليب. وهكذا مثل ما قلنا، الخطيئة لما ترفع الإنسان إلى اليأس، المسيح أخذ هذه الخطايا على عاتقه. ولما أخذ المسيح هذه الخطايا على عاتقه، لو ننظر للصليب اليوم وخلوا هذه النظرة تكون دائما في حياتكم، لا غدا نجي على سبت النور وبعدها يوم القيامة المجيد وننسى كل شيء. انظر دائما إلى الصليب، خطيتي وخطيتك موجودة هناك، خطيتي وخطيتك هي هناك. راح تقلي هذا المسيح ابن الله ليش مات وليش قام من بين الأموات وليش كل الحدث هذا؟ هذا كان إنسان مثلي مثلك، تأكد. لو تنظر على الصليب، أي جسد من أجساد المسيح اللي موجودة على أي صليب، ليش دائما تشوف بطن المسيح داخله إلى جوه؟ ليش؟ هذا من حالات روحه كان دا يموت، كان دا يسحب نفسه إلى الرئتين حتى يقدر يعيش أكثر. فشوف المعاناة اللي عاناها ابن البشر من أجلي ومن أجلك، وحمل خطايانا على خشبة الصليب حتى يعطي معنى حقيقي للفداء في حياة كل واحد من عندنا. ولهذا السبب اليوم نشوف يصبح الصليب هو مصدر للشفاء للحياة البشرية، وهذا ما يجب أن نعيشه اليوم بكل فرح، ونطلع من هالأحزان، نطلع من الصحراء اللي احنا عايشين بيها، ونقدر ونشكر ونعيش نعمة الرب. أختم، بولس الرسول يقول في رسالته: وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. ليش بولس الرسول؟ بولس الرسول ما حضر الصليب ولا اشترك برسالة المسيح الخلاصية لما كان المسيح حي على الأرض، ولكن عاين قوة الإيمان، عاش قوة الإيمان، عاش بثقة، وعاش واقع الصليب اللي كان بالنسبة له هو نبع للحنان ومجد الله. ونشوف لما يقول حاشا لي أن أفتخر بصليب ربنا يسوع المسيح، لأنه لولا الصليب ما من الممكن كنا نبصر أو نعيش أو نفهم حب الله إلى كل واحد من عندنا، حقيقة الحب الإلهي الكامن في الله هو بالمصلوب سيدنا يسوع المسيح. آمين. Kriya laiso Kriya laiso
يا أيها المسيح استعد إلينا. يا أيها المسيح استعد إلينا. يا الله الأبو السماوي القدوس ارحمنا. يا الله الثالوث القدوس الواحد ارحمنا. يا يسوع الذي شارطوا عليك بثمن 30 من الفضة قررت في بستان الزيتون لتصلي ارحمنا. يا يسوع الذي صار عرقك كعبيط الدم نازلا على الأرض ارحمنا. يا يسوع الذي أسلمك يهوذا الإسخريوطي بقبلتي خيانة ارحمنا. يا يسوع الذي ربطك الخدام في البستان حيث كنت تصلي ارحمنا. يا يسوع الذي تركك تلاميذك يسوع الذي أوقفوك أمام حنان وقيافة ارحمنا. يا يسوع الذي اشتكوا عليك بشهادة الزور ارحمنا. يا يسوع الذي حكموا عليك ظلماً بموت العار الذي بصقوا في وجهك وأهانوك ارحمنا. يا يسوع الذي لطموك بقساوة ارحمنا. يا يسوع الذي أسلموك موثوقا لبيلاطس يا يسوع الذي أنكرك بطرس وتركك ارحمنا. يا يسوع الذي احتقرك هيرودس وجنده واستهزأوا بك ارحمنا. يا يسوع الذي فضلوا عليك برأب القاتل الذي جلدوك جلداً عنيفاً ارحمنا. يا يسوع المنسحق لأجلي آثامنا ارحمنا. يا يسوع الذي كللوك بإكليل من الشام يا يسوع الذي ألبسوك ثوب الأرجوان ارحمنا. يا يسوع الذي ضربوك على رأسك بالقصبة ارحمنا. يا يسوع الذي طلبك اليهود لتصلب يا يسوع الذي سلمك بيلاطس لليهود كما أرادوا
يسوع الذي توجعت وتألمت من حمل الصليب ارحمنا. يا يسوع الذي عروك من ثيابك بالخزي والعار ارحمنا. يا يسوع الذي سمروك على خشبة الصليب الذي استهزأت بك جماعة اليهود يا يسوع الذي جدفوا عليك عليك يا يسوع الذي هزأ بك الكهنة والكتبة يا يسوع الذي عيرك اللص الشمالي ارحمنا. يا يسوع الذي سقوك في عطشك خلا ممزوجا بمرارة ارحمنا. يا يسوع الذي أطلعت إلى موت الصليب الذي طعنك في جنبك واحدون من الجند يا يسوع الذي دفنوك في قبر جديد يا يسوع الذي شفانا بآلامه حمل الله الحامل خطايا العالم يا حمل الله الحامل خطايا العالم يا حمل الله الحامل خطايا العالم أيها الرب يسوع ابن الله الحي الذي بذلت نفسك لتصلب على خشبة الصليب عن خلاص العالم وهرقت دمك الكريم لمغفرة خطايانا، نتضرع إليك بخضوع وخشوع ونسألك بعد خروجنا من هذا العالم أن تدخلنا إلى نعيمك السرمدي لنبتهج ابتهاجا مؤبدا معك أنت الذي تحيا وتملك مع الآب والروح القدس إلى دهر الداهرين. أصرح نسوي تطواف مع قبر يسوع. تقدرون تقعدون أو تركعون، لو تقعدون لو تركعون مثل ما تريدون. إلى ما ننتهي، بعد ما ننتهي من سياح قبر يسوع تقدرون تجون إلى الأمام حتى نكرم الصليب. طبعا لما نجي نكرم الصليب نطلب من يسوع ونشكره على الهدية الكبيرة العملة للبشرية وهي خلاص النفوس. فما نقدر ما نقبل الصليب على مود كورونا، بس نحني أمام الصليب ونطلع. أكيد من راح يكون أكو زيارة قبر يسوع من الساعة 8 المساء إلى الساعة 11 بالليل، والاعترافات أيضا. Thank you.
وحبيبي وحبيبي
هسه تقدرون تجون تقدرون تجون عند الصليب تحنون رأسكم تاخذون البركة وتطلعون. Yeah.